ديوانا فهم تقدم لكم سيت كوم كلوب هاوس. بطولة ريم الرياحي، سلاح مصدق، سفيان الدهش، زياد المكي، سونيا الدهماني، أميمة العياري وفاطمة الحسناوي. كلوب هاوس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس. مرايت وسماع هي الساس، لا تقول لي خماس لا تقول لي جداس. أزير باشا رمز الباريس، كهنا سامبول الفيناس. صحبة ميمي تنحي ستريس، وحب له اللاشا يا خير راس. عيني جارك المهراس، أما لا عطيري عز الناس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب كلوب هاوس. تأليف حاتم بالحاج، إخراج أنور العيشي. مرقة وقتش يجي تتفرج في الأخبار يا باب؟ ربي قداش مرة ننبه عليك ما عادش تلزم عليا في بيتي يا أخي. بابي ومامي ما علموكش تدق الباب قبل ما تدخل؟ لا، خاطر بابي ومامي وتاتا وطنطوناتي ومامي متاعي كنا فرد بيت برا. عاد توا عاد هاو باش يتحل بودكاست المعاناة متاعك في الصغر. كيفاش قريت ونجحت على شمعة وهات ما كلاو؟ لا 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 لا، هذاك بابي متاع بابي قرا على شمعة، وبابي قرا على اللامبة، وانا قريت على اللمبوبة، وانت الجيل المحظوظ قريت على النيون. وتوفى بالANT مش بالON. باهي وصلت الفكرة. حاجتك بحاجة؟ اي كان ما تراش مانع وما يقلقكش، وخاصة ما يلهيكش على فضيان الشغل متاعك. نحبك تطلع لي مضمون عن بعد. عن بعد؟ عليش عن بعد؟ با من الاخر فرغ لي قلبك. عامل عامله مع البلديه وعلى ضميرك على الصباح. نحب مضمون بالاردي. اردي يطلع منك اورديناتور معناه؟ اي بالاورديناتور باش ما نشدش الصف في البلديه. باهي باهي تو نفضلك امورك. اعطيني معرفك. نعم معناه لوجينك. اش تقصد؟ انا فاهم، راني فاهم كل شيء، اما بصراحه زيد فهمني. لحظة أنا مش فاهم. أي. ما هو لازمك معرف رقمي. كيف نمر بطاقة التعريف؟ أبار نمر البطاقة التعريف متاعي؟ أي ما عنديش. ملا توا لحظة معايا، ملا توا يلزمنا نعمله معرف رقمي. باهي مل علي نمر بطاقة التعريف متاعك. معناها أنا نملك نمر بطاقة التعريف متاعي باش نعمله بيه نمر آخر؟ هيك فهمت. مرحبا بك في الرقمنة التونسية. شكرا لك يا بني. لا بابا، انا ظاهر لي نشد الصف البلديه ارح. سموحه شبي عزيزتي شبيك فيشله؟ ما تقوليش هذا كل صيامه. كوكتيل مخلط. شهيتني في كوكتيل فريش ومع تيراميسو. زيتي ميمي. نحكي على عباس ملي خرج غوتريت وهو ولا انسوبورتابل. ايه عادي عزيزتي، باباك خرج انتريت ضربته الجينيا ولا يتلكش على الشقيقة والرقيقة. حتى هو زيد ولا يقرقش في المشاكل من الحيط. ايه اما ما دامتش الحكاية قداش دام؟ باهي وكيفاش رجع نورمال ترى؟ طلق هو وما وعاود عرس بشخطورة اي كسكرتيت الطبيب نتاعو. نو عباس مش جو نساوة. حتى با كان هكيك قبل، اما كي خرج انتريت ولا عنده برشا اوقات فراغ. القاش كون تمليل واوقات الفراغ. لا لا عباس بيعته ويقفه وما ينجمش يكلم واحدة ما يعرفهاش.
تي كان ما صدمتش عليه هنا وكلمته راه مازال يتحوشم في جيجي القبضة. يا وحيدة بزنستو باش ما تخلصش الفيسك. ها كنت كل شهر بابا يبعثني خلص له تيفيا عجبني سيريو عيني ما يهزهمش من القاعة. إيه ما كترى من روحك انت صدمت. شكون قال ما تجيش واحدة أخرى تملي له فراغه؟ كان حب له ربي يا كيك. وينو ساعة هو ترى؟ هات نطلبه. إيه اطلبه. وي هو يهزش المكبوب. أنا قريب نوصله. أنت قداش منزلك سوية؟ منعرفش ساعتين. وانت هاي اسمام سحبة كان سبت المطر ما فماش سبار. صح عليك بخف سبار. أنا نقري فلسفة نتليم دفيت جين من القراية. كان ما جاش عندهم باك والله ما يركز معايا حد. وكان ما جاش فما أبيل ما يجينا حد. رمضان ريحته مليت البلاد من بنزرت البنجردي. عنا وصفات بنان طيبة بزيت صافي اللي لمنا من كل مكان ويودك ببلاتفورم 100% تونيزيان. فيها التصنيف من المدرب البيضنجان المسفوف بالرمان. ادخل لسيت بنا صافي وتبع الروسات وبرتاجي معانا تصنيفك. زيت صافي بنا صافي. سي عباس عبى الكريشة ويخمم في تحريشة والمدام تكحر والغزول يقطر خايف عليه من السكر أما هو ما هو مهف اختار حويجة بالخوف شامية بابيون سون سكر اجوتي يتبنن ويحافظ على صحته ويسمع كلام مريته. يا اخي شكون قال حشيشة رمضان كان على القهوة والدخان؟ انا نكون محشش ومغشش ونذوب دوب ما نشوف كعبة بيتزا مشخشخة باكا الماجستي كاتخ فخوماج. يا ميمتي نذوب مع الجبن ومن غير ما نحكي على البنة ناكلها منا وننسيها الحشيشة منا. عايشو اللي سمعني ابعد 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 انا متعبت انا عندي عرق لا ساي. يا مدام يعيشك رجعش السيستم هك ترى بالله الخدمة الكل واقفة. اي وش باش نعمل انا توا؟ عليه انت مزروبة؟ اي مازال عندي ما نعمل عندي روندوني كما يقولوا الاولاد توا روندوني بين ادارات تونس. ما تعرف كيفاش برا امشي اقضي امورك وارجع لي من بعد. باهي سامحني نجمش ندلل عليك. تفضل نخلي لك نمروية وكي يرجع السيستم اعمل لي ابل وانا نرجع نجري. حاضر اكتب لي نمروك في ورقة ترى. تفضل يرحم والديك. العفو يا بابا. بابا شو اسمك بنتي؟ نوسة. نوسة ربي فضلك يا بابا حشت لي الركيب أما بصراحة ملا نوسة. الو طلبتني؟ اي لاباس؟ ليه لاباس جست نسال عليك وبر. يسال عليك الخير هكا هو هكا هو. ايا باي باي باي. شبيك مزروب قلقتك؟ يا سماح بربي بربي عندي دوب لابان من عند كهنة. باي. استنى الو شكون كهنة؟ وعلى السعدي بنتي كهنة استاهل نسال عليه. الو سيي الو شكون؟ اهلا بابا. كاهنة ما لقيتش تاكسي. اي اسمعني دقيقة يا با انت بعيدة. هاني جايك للفاك استناني في البلاصة هي بيتها. وحدك يا بابوش والله وحدك. ميرسي يا بابا. هيا توت باي باي باي. برا عاد برا نفس السيد نتاع المرة اللي فاتت. خليني نخبي التليفون تحت التبهير. سلام شيف. سلام برمي تق تعريف. اي تق 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 ما عليك خارجه منك الطاقه الشمسيه هي المستقبل راي. نعم قلت لي تق تق تعريف مفدك معاك انا راو باش تكون علاقتنا متصالحه. سبحك هاي تعدات طاقه ايجابيه بيناتنا. باي عندك خطي تستعمل بورتابل؟ بورتابل وين ترى فيه بورتابل؟ ريتك من بعيد وانت جاي تتكلم في التليفون. ريتك ما نعرف وين. نعم انت الاصدق يا شيف اما انا راني ما عنديش بورتابل نسيته الصباح في الدار. وكي نفركش الكهرباء؟ من فضلك ما عندكش الحق يلزمك اذن من وكيل الجمهورية.
ظاهر فيك ياسر تتبع في ناجي التريبيونال والدريبة زادة باهي. ما لا تبعني نمشيو للمركز نعملو محضر وفي الأثناء عارفي يلقى حل في الإذن بتفتيش الكهرباء. اتخذت مدام ولا يتكلم باللغة العربية ملاي الحكاية كبرت. سمحني شيف. نعم. نجم نكلم لافوكاتو نتاعي؟ باش تكلمو، مش تليفونك نسيتو في الدار. معناها أنا في ورطة. أوكي، عمل لي خطية التليفون وخليفتي على الله. سمحني سي العون، مش أسألك سؤال. فضل بسيط زاد. أيوة. الكذب يزيد في الخطية ولا لا؟ أي لا لا سبا، لا رقم تاع الحشمة اللي لبك. أي. يكفيني، نجم تهز على التليفون. شكرا شيف، شكرا. ألو يا أخي، نورمال تعلق عليا؟ ما نجمش نفسر لك توا. عليه عندك دوبلا بيل اخرى؟ وربي تقول حاضرة. شنو كيهنا مرة اخرى؟ لا نوسة. شكون نوسة؟ نوسة 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 متاع البلدية. باش تقول لي سيستم رجع ولا مازال؟ عباس ترى فيه وزة قدامك؟ حشاك يا سماح، تم بعد نحكيه تم بعد. عليه اش بيك مخصور ترى؟ شي مانيش وحدي. ما نجمش عندي دوبل ابل، كانت تستنى فيا. باش نعلق انا توا؟ كان حب لك الرب الفوقاني تعلق. لازم نعلق، الطفله مطيشه وحدها. استنى يعني هي طفله؟ الو تعرفش كيفاش السماح في الخطيه امرك اش باش يفضك منهم؟ ايا برا شاي طيبه. شاي طيبه انا يا ذنوبي، كان باش تجيني الشاهي من بعد. شوية سمحني خويا، خلت عدى عيشك. سمحني بشوية خويا اعطيني زوز باجيت نورمال. النورمال مازال ما خرجش، تحب حاجة أخرى؟ خيطو ثم واحد ياخو خبز نورمال في رمضان. اي ثم انا بالله. ابعد تناخو وين الخبز مع بعضنا. اتفضل خويا. زوز شعير يعيش خويا. استغفر الله. علاه يا اخي انا شكل؟ قلت زوز شعير، تحبهم في كاس ولا منك للقعموره؟ يا ولدي يزيد قبلنا النار. اي تحب حاجه اخرى عيش خويا، خليني نسقط غيرك. عندك سيريال تراديسيون؟ لا اما عندي شوفان. بربي سامحني، علاش اسمه شوفان يا اخي؟ يتاكلوا بالعينين هذا. لا مو كتشوف صوم وتقطع. اي اش نزيدكم، عطلتوني راهو السفر طويل عايش خويا، ما عادش وقت. زيدنا تبسيمه وشويه تربيه وهذا ميذور لي جراتوي. اي سيقي تبي شويه انت زاده، حل عينيك راك عفستني. سامحني ما نيتكش خبلعاني انا. بالله اعطيه الزوج شوفان، خلي يشوف وين يحط سقي. ديوان فهم قدمت لكم سيت كوم قلوب هاوس. تمثيل محمد سفينة، عزيزة برباش، سميرة العمري، نادر العياشي، كريم الشلوفي، لحبيب بالحارث، صالح جلاسي، المنصف المعروفي، وشاذلية خياتي. ضيوف الشرف لطفي العكرمي، محمد علي بالحارث، سندس حمو، أحسونة ناجي، وعلي لندلسي. وأولاد الديوان اللاعب الدولي النصر البدوي، السعدي الزيداني، ورامي الفوراتي. قلبي وقلبك وقلوب الناس فيها وسكونة عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس فيها وسكونة عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس فيها وسكونة عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس. تصميم الموسيقى والجينريك أصيل العيادي. توزيع الموسيقى بشير غربال. أداء الأغنية شادي دمق. هندسة الصوت لسعد الدريدي. موظف بلاتو لطفي الرياحي. توظيف الإنتاج شادلية خياتي. مساعد مخرج كريم الشنوبي. كلوب هاوس تأليف حاتم بالحاج، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لمؤسسة الإذاعة التونسية.